بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الوضوء. وكنا قد توقفنا عند قول إباب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. قال عروة عن المسور ومروان: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديث، قال: وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. قال: وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. ثم ذكر أيضا في رواية عن أنس رضي الله عنه قال: بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه، طوله ابن أبي مريم، قال: أخبرنا يحيى ابن أيوب، قال: حدثني حميد، قال: سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبيذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: البزاق والمخاط ونحوه في الثوب، دلالة على طهارة البزاق وطهارة أيضا المخاط ونحو ذلك في الثوب. قال: أي لو وقعت في ماء فالماء عند ذلك لا يتغير بما وقع فيه من نخامة أو مخاط، فهو باق على أصل خلقته، باق على الطهورية. ولو لم يكن طاهرا فعلى ذلك كان يستقبل ذلك البزاق في ثوبه وهو يصلي ويستكمل الصلاة. يبقى لو كان البزاق ده نجس يبقى عند ذلك لا يستطيع أن يستقبل ذلك البزاق أو المخاط في ثوبه، ولكن كان يستقبل ذلك في ثوبه وهو في الصلاة. دي دلالة على طهارة النخامة وطهارة أيضا البزاق وما يدخل به وما يدخله الإنسان. وقال أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. طبعا لا يقر القوم على منكر، فلو كانت نجسة ما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ما أقرهم على ذلك. فما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. يبقى معنى كده أيضا مفهوم الكلام أن النخامة والمخاط طاهر وليس بنجس. معنى الكلام: وقع في ماء ما تغير ذلك الماء وما تحول من الطهورية إلى غيرها، ولكن باق على أصل خلقته، باق على طهورية. كذلك أيضا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه، بزق في ثوبه. يبقى لما بزق في ثوبه دلالة على طهارة البزاق. هنا لو كان نجسا لاجتنب هذا الأمر. احنا طبعا مرت علينا الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. يبقى ما كانش بيحترز كده أن يرد عليه رشاش البول أو رذاذ البول، فده كان سبب عذاب هذا الرجل في قبره. يبقى ده كان سبب عذاب هذا الرجل في قبره، قلنا لأنه مفترض أن يحترز من رذاذ البول أو رشاش البول، والبول طبعا نجس كما بينا قبل ذلك في الروايات. فلو كان البزاق أيضا نجسا وليس بطاهر ما استقبله في ثوبه، ولكن لما بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه دل ذلك على طهارة البزاق. لذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله البزاق والمخاط ونحو في الثوب، أي استقبل ذلك في الثوب. وقلنا معنى هذا الكلام مفهومه أنه طاهر وليس بنجس، أنه طاهر وليس بنجس. كذلك أيضا يبقى دي دلالة على طهارة الريق، دلالة على طهارة ريق الإنسان. يبقى لو تجمع الريق ثم تفله الإنسان يبقى أو استقبل ذلك الريق في ثوبه، يبقى هذا الريق يبقى أيضا طاهر. البزاق طاهر، المخاط طاهر،
يبقى طاهر، وبالتالي سواء وقع في ماء أو استقبل ذلك في ثوب. أيضا من الأداب في البزاق أو تف: لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجلي. يبقى أيضا في مسألة هنا التفل البصق، لو بصق الإنسان يبقى ترى كيف يتفل الإنسان، يبقى لا يتفل عن يمينه ولا أمامه ولكن يتفل عن يساره أو تحت قدمه، أو يأخذ ذلك في ثوبه كما قال وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى طبعا هذا الكلام آكد وهو في الصلاة، يبقى لو بصق الإنسان أو تفل وهو في الصلاة يبقى لا يبصق عن يمينه ولا يبصق أيضا أمامه ولكن يبصق عن يساري أو تحت قدمي أو يستقبل ذلك في ثوبه كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكما استقبل ذلك البزاق في ثوبه. يبقى نهانا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي حمل البعض هذا الكلام على إطلاقه، فلا يجوز حتى الإنسان سواء كان في صلاة أو في غير صلاة أن يتفل عن يمينه أو أمامه، ولكن يتفل انتفل يتفل عن يساري أو تحت قدمي أو في ثوبي. طبعا يتفل عن يساري، لكن طبعا ممكن وأنت في الصلاة هناك من يقف عن يسارك فما نقولش والله أنا بطبق السنة ويتفل هكذا، لكن ده يتفل دون أن يكون هناك إيذاء أو يصيب أحد بذلك الأمر. لكن الشاهد دي أداب البصاق، ألا يبصق الإنسان عن يميني ولا قدامي ولكن يبصق عن يساري أو تحت قدمي اليسرى أو يستقبل ذلك في ثوبي. ثم ذكر باب آخر وهو باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر. قال: باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، وكرهه الحسن وأبو العالية، وقال عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. قال أيضا في رواية عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو حرام. قال: لا يجوز الوضوء بالنبيذ، والنبيذ ده مش هو الخمر المعروف عندنا، ولكن النبيذ إذا انتبذ شيئا من الثمار في ماء زي النقيع، يعني لما بتجي ننقع كده زبيب أو تمر، فبنجد أن طعم الماء يبقى بيتغير نتيجة انفكاك هذه الثمرة في الماء، فده يطلق عليه نبيذ، لم يصل بعد إلى حد الإسكار. يبقى النبيذ كانوا ينتبذون هذه الثمار في الماء، يبقى زي يبقى إيه بيقوم بنقع الزبيب في الماء أو التمر في الماء أو أي ثمرة من هذه الثمار في الماء، طبعا بينفك يعني حلاوة هذه الثمرة في الماء، وبالتالي لما بنتذوق الماء بنجد طعم الثمرة في الماء، هذه ده اسمه النبيذ. يبقى كانوا ينتبذون، وإحنا طبعا مرت علينا وفد عبد القيس كانوا ينتبذون في هذه الأوعية فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية. يبقى نقول إن هو بنقيع هذه الثمرة بينفك طبعا يعني حلاوة هذه الثمرة في الماء، فبنجد طعم الثمرة في الماء. يبقى لو نقع الإنسان زبيب بيجد طعم الزبيب بعد فترة في الماء، تمر، أي ثمرة من هذه الثمار، فده النبيذ. طبعا هذا ماء تحول، هذا ماء تحول نتيجة انفكاك الطاهر في هذا الماء فأصبح ماء طاهر وليس بطهور. إحنا دايما الماء اللي إحنا بنستعمله في طهارة الحدث أو إزالة الخبث هو الماء الطهور. يبقى في ماء طهور وده أصل خلقة الماء، وفي ماء طاهر لا نحكم أنه ماء طاهر إلا إذا انفك فيه طاهر فغلب على طعمه أو لونه أو رائحته، أو وقع فيه نجاسة فانفكت هذه النجاسة في الماء فتحول اللون أو الطعم أو الرائحة بانفكاك النجاسة فيه فيحكم بنجاسته، ولكن أصل خلقة الماء أنه باق على أصل طهوريته. فيبقى عشان نحكم هذا ماء طاهر يبقى لازم نتيقن أن هناك شيء طاهر وقع في هذا الماء وانفك فيه فغير أحد الأوصاف الثلاثة. أي وصف من هذه الأوصاف الثلاثة لما يتغير نشوف إيه سبب التغير، انفكاك طاهر يبقى نحكم هذا ماء طاهر تحول من طهورية إلى طاهر، انفك فيه وقع فيه شيء نجس وانفكت فيه النجاسة فغيرت أحد الأوصاف يبقى نحكم هذا ماء نجس. فبيذكر هنا لا يجوز الوضوء بالنبيذ، يبقى ده الماء وضعنا فيه ثمرة
انفكت هذه الثمرة أو حلاوة الثمرة في هذا الماء، فغلب عليها أو على الماء طعم هذه الثمرة، يبقى عند ذلك يبقى ده ماء طاهر، والماء الطاهر لا يجوز أن نتوضأ أو نستعمل ذلك الماء، لا في رفع حدث ولا في إزالة خبث. الذي بيستعمل في رفع الحدث أو إزالة الخبث هو الماء الطهور، فلما تحول يبقى لا يجوز استعماله عند ذلك، لكن يشرب ده ماء طاهر. قال: وكره الحسن أو العالية، الحسن البصري أو العالية، وقال: عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. يبقى ما يجوزش إن احنا بنتوضأ باللبن أو مثلا المرق، يعني نقول عند ذلك وضعنا اللحم في الماء وتم غلي اللحم في الماء، بيتحول الماء ده إلى مرق، يبقى ده تحول لشيء طاهر، لا يجوز إن احنا نتوضأ بذلك الأمر. لكن لو احنا وضعنا حبة أو بعض الحبوب في ماء لم يتغير الماء، لم ينفك شيء من الحبوب دهيت، يبقى حتى لو الحبوب دي موجودة في الماء ولكن لم ينفك أي شيء من الحبوب دي حتى يغير طعم الماء أو لون الماء أو رائحة الماء، يبقى الماء باقي على أصله طهوريته. إمتى بنحكم أنه طاهر؟ لو انفك شيء من هذه الثمرة أو هذه الحبوب وتغير بذلك طعم الماء أو لون الماء أو رائحة الماء. فقال كره الحسن وأبو العالية، وقال: عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. يبقى ما يجوز طبعا أننا لا نتوضأ أو نتطهر باللبن أو بأي ماء انفك فيه شيء طاهر يبقى تحول، يبقى بمعنى مش كل مائع بيستعمل في الطهارة، يبقى مش كل مائع، ما هو المرق ده مائع، وأيضا نقول اللبن ده مائع، ماء الورد ده مائع، الخل مائع، مش كل مائع بيستعمل، ولكن احنا يستعمل الماء الطهور في رفع الحدث وإزالة الخبث، في رفع الحدث وإزالة الخبث. فلذلك أيضا ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو حرام، بغض النظر بقى لأن البعض يقول أن لما يكون النبيذ بتاع الزبيب أو التمر ما عدا ذلك حتى لو أسكر ليس بحرام، يقول لك لا، كل ما أسكر، كل شراب أسكر فهو حرام، يبقى كل شراب أسكر، يبقى كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر، يبقى أي شيء كده هيسكر يبقى هو خمر، وكل خمر حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يستعمل، فلا يجوز. يبقى لو تم انتباذ هذه الثمرة وبقيت مدة تخمرت تحولت إلى خمر، فكل مسكر خمر، كل ما أسكر من شراب حكمه يبقى أنه خمر، مش الخمر ان هو يبقى من ثمرة معينة، ولكن من اي شيء حيصل بالانسان لحد الاسكار عند ذلك هذا خمر. وطبعا حتى لو اسكر كثير هذا النوع يبقى قليله حرام كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يبقى قليل من هذا الشراب لا يوصل الانسان الى حالة الاسكار، فعلى ذلك نقول لا، ده ليس العبرة بالقلة والكثرة، ولكن لو الكثير من ذلك الشراب أسكر يبقى يحكم على القليل أنه حرام، عشان حتى لا يشتبه على البعض، يبقى ده حيسكر لما يشرب كم معين، دون هذا الكم لا يصل لحد الإسكار، نقول لا، يبقى ما أسكر كثيره فقليل حرام كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فكل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل شراب أسكر فهو حرام، يبقى لا يجوز التطهر به. لذلك قال: لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر. احنا قلنا النبيذ عندنا عرفيا كده اللي هو الخمر، ده النبيذ، لكن هو اصلا النبيذ لما بنضع ثمره في الماء ينفك حلو هذه الثمره في الماء يبقى على ذلك هذا نبيذ، او انفك يعني هذه الحبه في الماء وتغير اللون او الطعم والرائحه يبقى على ذلك نقول ده نبيذ لما تنفك هذه الثمره او حلو هذه الثمره في الماء. أو أن هو أي نقيع بقى، لو وضعنا حبوب وانفكت هذه الحبوب أو انفك منها شيء فتغير لون أو طعم أو لون أو ريح هذا الماء بانفكاك هذا الحب، يبقى يحكم على أنه ماء طاهر، أصبح ماء طاهر يحمل اسم هذه الحبة، أو نقول ماء ورد أو ماء خل، يبقى ده كله مائع ولكنه حرام
أن يستعمل أو لا يجوز استعماله في الوضوء ولا في الغسل ولا حتى في إزالة الخبث. طبعا لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر. يعني البعض بيستند كده في رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان مع النبي أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجن، فقال ما في إدواتك؟ قال عند ذلك قال نبيذ، قال ثمرة طيبة وماء طهور. لكن العلماء بيضعفوا الرواية دهيت، بيضعفوا الرواية وقالوا أنه لم يكن هناك أحد من الصحابة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. دي الرواية اللي بيستند إلى البعض وقالوا يجوز الوضوء بالنبيذ. جابوا الكلام ده منين؟ قالوا أن ابن مسعود رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجن لما تقابل مع الجن، وقال له ما في دواتك؟ قال نبيذ، قال ثمرة طيبة وماء طهور. فطبعا دي رواية يضعفها العلماء وبالتالي لا يجوز العمل بها، فلا يجوز الوضوء بالنبيذ. لذلك الإمام البخاري رحمه الله جزم في المسألة وقطع في المسألة، قال باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ. يبقى الرواية دي رواية ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها أو أن نستند إليها، لكن لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، وباب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. قال باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. قال أبو العلي امسحه على رجلي فإنها مريضة. ثم ذكر رواية عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه وسأله الناس قال وبيني وبينه أحد، بأي شيء دوهي جرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما بقي أحد أعلم به مني، كان علي يجيء بترسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجه الدم فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه. سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه بيسأل كده بأي شيء دوهي جرح النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما بقي أحد أعلم به مني. أن الصحابة ماتت رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، هو الذي عاصر ذلك الحدث. قال كان علي يجيء بطرسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة غسل المرأة أباها الدم عن وجهه، يبقى على أساس أن فاطمة رضي الله عنها قامت بغسل الدم عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخذ حصير فأحرق، يعني الدم مش عايز ينقطع، فعند ذلك أخذت الحصير وأحرقت الحصير وأخذت رماد الحصير ثم حشت به ذلك الجرح فوقف عن النسف. زي ما احنا بنفعل كده، البعض لما فيه جرح كده مش عايز يتوقف فعند ذلك يسدون ذلك الجرح بالبن، يبقى يقول البن ده يسد هذا الجرح. ففاطمة رضي الله عنها حرقت هذا الحصير وأخذت رماده ثم وضعته في ذلك الجرح حتى وقف عن النسف فحشى به جرحه. يبقى هذا التبويب الذي بوب له الإمام البخاري رحمه الله في الاستعانة بالغير لإزالة النجاسة، استعانة بالغير، يبقى مر علينا الاستعانة بالغير في الوضوء، وأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صب للنبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، صب له الوضوء. يبقى المغيرة بن شعبة صب للنبي، فالاستعانة في الوضوء جائز. لكن هنا الترجمة الاستعانة بالغير في إزالة النجاسة، هذا أيضا جائز لا حرج، بناء أن فاطمة رضي الله عنها قامت بغسل الدم عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا بيان أيضا جواز التداوي أن ذلك غير قادح في التوكل، يبقى التوكل على الله سبحانه وتعالى الأخذ بالأسباب غير قادحة في مسألة التوكل، يعني التواكل والتوكل، فتتوكل على ربك سبحانه وتعالى لكن مع ذلك تأخذ بالأسباب المشروعة، يبقى نأخذ بالأسباب المشروعة ونتوكل على الله سبحانه وتعالى. يبقى دايما كده زي الدعاء، يعني هل يا ترى احنا نلجأ إلى الدعاء مع عدم أخذنا بالأسباب؟ لا، ده الدعاء سبب من الأسباب، فعلى ذلك أنا نأخذ بالأسباب المشروعة وعلى ذلك أكلل ذلك بالدعاء، أكلل ذلك بالدعاء، لا أعتمد على الأسباب المادية، ولكن لجوء العبد الدائم إلى ربي سبحانه وتعالى، لجوء العبد الدائم إلى ربي سبحانه وتعالى. يبقى إحنا بنأخذ بالأسباب المشروعة، أسباب المادية حسية، ولكن عند ذلك لا نقف عند هذا السقف أو هذا الحد، ولكن اعتماد الإنسان بكليته على ربي سبحانه وتعالى. التوكل كذلك بتأخذ بالأسباب المشروعة
وتتوكل على ربك سبحانه وتعالى. لكن غير لما الإنسان كده لا يعقل الناقة يقول توكلت على الله، نقول لا، يعني قم بأنك أنت لابد من أن تقوم بحبس هذه الناقة ثم تتوكل على ربك. ربط الناقة كده تتوكل على ربك، لكن أطلق الناقة وقال توكلت على الله، نقول لا. يعني أنت لم تفهم التوكل بصورة صحيحة. التوكل أن تأخذ بالأسباب ومع ذلك لا تعتمد على الأسباب، قلبك لا يلتفت إلى ذلك، لا يلتفت القلب إلى هذه الأسباب. لكن أنا مأمور كعبد أن أخذ بالأسباب، لكن القلب لا يلتفت إلى ذلك، لا يلتفت لغير الله سبحانه وتعالى. وإحنا عارفين أيضا يعني ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ليه؟ لأن هم اعتمدوا البعض كده قل لن نغلب اليوم من قلة، فنظر إلى الأسباب المادية، لأن كان عدد المسلمين 3 أضعاف عدد المشركين، يعني اللي هو في هوازن، هوازن دول 4000، والمسلمون لما خرجوا لمقابلة هوازن كانوا 12000، فثلاث أضعاف. فالبعض نظر كده إلى عدد كثير ده وقلة العدد عند هوازن وقال لن نغلب اليوم من قلة، التفت إلى إيه؟ الأسباب المادية. فعند ذلك ماذا حدث؟ فروا، حملت هوازن عليهم حملة واحدة، حملة رجل واحد، ففروا. وكما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. تخيل بقى 12000 يفروا من أمام 4000 قلتهم أهو، ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 100 رجل، من 12000 لم يتوقع معه إلا 100 رجل. فعلى ذلك ليه؟ اعتمدوا ونظروا كده وركنوا إلى القوى المادية، يعني وبالتالي التفاتة بسيطة. ودول صحابة، يعني دي صحابة رضوان الله عليهم، ولكن انظر لما التفتوا التفاتة بسيطة الأسباب المادية يعني أوكلهم الله عز وجل إلى أنفسهم، فحدث ما حدث حتى عادوا وتابوا أنابوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. يبقى التوكل على الله، أنا بأخذ بالأسباب لكن قلبي لا يتعلق بأي سبب من الأسباب، قلب المؤمن معلق برب سبحانه وتعالى لا يلتفت، لكن أنا بأخذ بها كأمر تعبدي لله سبحانه وتعالى، أمر تعبدي أنا مأمور بذلك الأمر. يبقى عقلها وتوكل، لكن هو أطلق كده وقال توكل، أنا أقول لا، أنت تفهم التوكل بصورة خاطئة. يبقى لابد من أخذ الأسباب، تقوم أن تعقل الناقة ثم تقول توكلت على الله سبحانه وتعالى. كذلك الدعاء، يبقى نقول يقصر الإنسان في الأخذ الأسباب ثم يرفع يديه إلى السماء، نقول الدعاء ده سبب من الأسباب، والدعاء ده أساسا هو آخر الأسباب التي يأخذ بها الإنسان بعدما أخذ بالأسباب المادية. بالأسباب أنت بنطلب النصر من الله سبحانه وتعالى، طب ما هو الأول كده وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخير، يبقى إعداد القوة، وده ما كان بذل أقصى ما في مجهود الإنسان لإعداد هذه القوة، بعد ذلك لا يركن إلى ذلك، ركونه إلى رب سبحانه وتعالى. لكن نقول بابتداء كده أقصر في الأخذ الأسباب ثم أرفع يدي إلى السماء، أقول لا، انتبه كده، يعني لابد أن تكون فقيها، يعني كيف أدعو مطلوب منك في مطالب، أولا أن تأخذ بالأسباب ثم بتلجأ ربك سبحانه وتعالى بالدعاء، أي أنك لا تعتمد ولا تتكل على الأسباب مع أخذك بها، ولكن اعتماد العبد وركون العبد إلى ربي سبحانه وتعالى، فيدعو الرب سبحانه وتعالى بالنصر والتمكين. حتى لو قلنا يعني مع الحسابات المادية قوة المسلمين أكثر بكثير من قوة المشركين في العدد والعداد أهو، لكن لا نركن إلى ذلك، ركون العبد يكون إلى ربي سبحانه وتعالى. يبقى احنا عددنا ما استطعنا من قوة ولكن لا نركن إلى ذلك، يبقى عند ذلك يستغيث العبد بربه ويرجع ويتضرع لرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر باب آخر هو باب السواك، وقال ابن عباس رضي الله عنه بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى. وذكر أيضا رواية عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت يستن بسواك بيده يقول أع والسواك في يده كأنه يتهوع. يبقى يقول كده أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت يستن بسواك بيده، يبقى بيستاك يقول أع أي أنه كان يستاك على لساني، يستاك على لساني. يبقى السواك ده بيستعمل على اللسان وفي الأسنان على اللسان طولا كده، أع يعني معناه أنه كان بيدخل السواك إلى الداخل الفم،
قلنا حتى وكأنه بيتقيأ، قلنا زي الإنسان بيدخل الإصبع كده إلى داخل الفم، فعلى ذلك لما بتصل النهاية يبقى تصور نفس هذا الإنسان ويبقى شبه يتقيأ. كان ده استعمال السواك للنبي صلى الله عليه وسلم، ما بيستاك على لساني، يبقى يستاك على لساني طولا كده لغاية لما بيصل إلى نهاية اللسان، قرب نهاية اللسان، فكأنه بيتهوع أي كأنه بيتقيأ، حاله زي حال الذي يتقيأ من شدة استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للسواك. فيقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى. ذكرنا طبعا الروايات لما بات ابن عباس رضي الله عنهما عند خالته ميمونة رضي الله عنها في نوبتها، قلنا كل ده عشان ينظر عن قرب كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قام من نومه استاك، يبقى كان يبيض عليه الوضوء والسواك، وبالتالي كان يستاك عندما يقوم من النوم. طبعا السواك سنة مطلقة، سنة مطلقة، لكن دي أكد الأفعال في استعمال السواك. يبقى لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، عند كل صلاة، كان إذا قام من نومه يشوش فاه، وكان أيضا إذا دخل البيت وهكذا. لكن ده أكد الاستعمالات، لكن السواك بصفة عامة سنة مطلقة، يعني ما تستاك الإنسان أصاب السنة، يبقى مش مقيدة بأفعال، مش مقيدة بأفعال، لكن سنة مطلقة في أي وقت من ليلة ونهار. يعني إنسان جالس كده أخرج السواك واستاك، يبقى أصبت السنة، يبقى على ذلك راقد على فراد استاك، أصبت السنة في أي توقيت. يعني ما نقولش لا مقيدة بأفعال، لكن هناك أفعال هي آكد استعمال السواك فيها، يبقى حتى لو غفل الإنسان باقي الوقت فلا تغفل عن استعمال السواك في هذه الأوقات أو عند هذه الأفعال. عند هذه الأفعال يبقى كان إذا قام النوم يشوص فاه، يبقى بيستاك أول ما يقوم من النوم بالليل، وكان إذا دخل البيت وأرضى كده كان يستاك كما تقول عائشة أول ما يبدأ بالسواك، فكما قالت وبينت عائشة رضي الله عنها. وكذلك أيضا يبقى كان عند الوضوء وعند الصلاة كما بين وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم عند خالتي ميمونة في نوبتها، قال: حتى يرقب النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب. قال: فاستنى، أي استعمل السواك لما قام من النوم. وأيضا كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده. يبقى أتى إمتى؟ يبقى في أي توقيت، مش توقيت صلاة ولا أنه كان يصلي أو كان يتوضأ، لكن أتى فكان بيستعمل السواك. قال: يقول أع والسواك فيه في فين كأنه يتهوى، السواك في فيه يبقى في فمه كأنه يتهوى، يبقى كان بيستاك على اللسان، بيستاك على اللسان بالإضافة إلى أن يستاك أيضا على الأسنان. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. لما كان يقوم بالليل كان بيستاك، أول شيء بيفعله كان بيستعمل السواك. قلنا معنى كده أنه هو كان بيستعمل السواك، يبقى السواك ده لا يفارق الإنسان، السواك لا يفارق الإنسان. وكان زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يبقى كان يبقى بيستعمل، بيضع السواك موضع القلم من الكاتب، يضعه في أذني كده زي الكاتب، دي مهنة الكاتب إيه؟ يبقى لازم يكون مع القلم، فالقلم عند الكاتب بيضعه في أذني. خالد زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه لما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع السواك موضع القلم من الكاتب، فإذا قام إلى الصلاة استاك ثم رده مرة ثانية. ده تفعيل الصحابة رضي الله عنهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ما يقول حذيفة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل يشوص فاه بالسواك. يبقى دي أكد استعمال السواك، لكن السواك سنة مطلقة، يعني لا يفارق الإنسان في أي توقيت، لا في ليل أو في نهار، عند الوضوء عند الصلاة، في غير هذه الأفعال يبقى بيستعمل السواك. واستعمال الإنسان السواك يبقى نقول أن السواك سنة مطلقة،
يعني بمعنى كده ان هو يستعمل في الاربع وعشرين ساعة في اي ساعة من الليل او النهار، ومش مرتبط كده بزمن معين من الليل او زمن معين من النهار، مش مرتبط بفعلة معينة بالليل او فعلة معينة بالنهار. لكن لما ذكر ذلك لولا شق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء او عند كل صلاة، يبقى نقول تنتبه، يعني ده تنبيه لنا ان غفل الانسان استعمال السواك في غير هذه الاوقات او تلك الافعال، يبقى لا تغفل، تغفلش عند الوضوء، تغفلش عند الصلاة، تغفلش وانت داخل البيت، تغفلش وانت تقوم من الليل تصلي، لا تغفل على اوقات دهيت، يعني لا تغفل. يبقى السواك لا يفارق الانسان، دي حسنات. ودايما احنا بنتذكر انني يبقى المطلوب مني وانا في الدنيا يعني اكبر كم ممكن من مدخرات الحسنات اقوم بادخارها، وبالتالي يبقى على ذلك تكون فقيها ازاي استثمر الوقت. وبالتالي انا جالس الان، لماذا يعني تكون صامتا؟ فلتستعمل السواك، استاك، حسنات تضاف الى رصيد الانسان، حسنات بتضاف الى رصيد الانسان. فيبقى الانسان بينتبه كده، ممكن الانسان يكون وضع السواك في جيب مثلا القميص اللي بيلبسه للصلاه، وبالتالي قد يصلي في البيت ينسى السواك، نقول لك لا، ضع سواك اخر يبقى في ملبس البيت كده او امامك، بحيث انك انت لا تغفل ابدا عند الصلاه او عند الوضوء لاستعمال السواك ده، بالاضافه ان السواك سنه مطلقه، متى استاك الانسان فقد اصاب السنه. ودايما احنا المطلوب ان انا اسعى جاهدا لتحصيل اكبر كم ممكن من الحسنات، دي المدخرات التي على اساسها سنجازى عند الله سبحانه وتعالى. يكفي برضك في السواك مطاره الفم مرضاه الرب، نحقق رضا الرب، صفه من صفات الرب اهي، صفه يعني عشان نعرف ارتباط ايضا السواك بالايمان والتوحيد. واحنا قلنا دي السواك طاعه، استعماله طاعه، يبقى معناها ايه؟ بيزداد ايمان الانسان، بيرقى في سلم عبوديه الايمان، مش الايمان بيزيد وينقص، بيزيد بالطاعه. يبقى لما انا بنخرج السواك واستاك كده يبقى ازداد ايمان هذا العبد. وكذلك ايضا فيها تحقيق لمرضات الرب، رضا الرب ده صفه من صفاته، حقيقه ازاي؟ ايه الافعال التي بها احقق رضا ربي؟ منها السواك. فلما باجي استاك كده يبقى اولا انا بتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ده سبيل الاتباع. كذلك ايضا اسعى لتحقيق رضا ربي سبحانه وتعالى. والاضافه ايضا حسنات مدخرات طاعه يرقى الانسان بها في سلم العبوديه والايمان. ثم ذكر باب اخر، وباب دفع السواك الى الاكبر. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اراني اتسوك بسواك، فجاءني رجلان، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اراني اتسوك بسواك، فجاءني رجلان احدهما اكبر من الاخر، فناولت السواك الاصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعت الى الاكبر منهما. قال باب دفع السواك الى الاكبر، يبقى كبر كبر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اراني اتسوك بسواك، بيستاك كده بسواك، فجاءني رجلان احدهما اكبر من الاخر، فناولت السواك الاصغر منهما، الصغير كده ناول السواك، فقيل لي، اي جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يوحي اليه انه كبر كبر، ابدا بالكبير. قال فدفعت الى الاكبر منهما، يبقى دفع السواك الى الاكبر، دفع السواك الى الاكبر. يبقى لو انا هندفع شيء يبقى نقول على ذلك تدفع ذلك الى الاكبر، لا تبدا بالاصغر ولكن تدفع ذلك الى كبر كبر. يبقى ده في الطعام، في الشراب، في الكلام، يقدم الكبير، يقدم، الا ان القوم قد ترتبوا في مجلسهم فيبدا بالايمن. لكن حتى في مساله الايمن يبقى اتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب ثم تله عن يمينه. يبقى امتى بيبدا باليمين؟ بيبقى بيمين المبتدئ. ودايما كده يبقى لو عندنا ماء احنا ممكن نقدم هذا الماء وهذا المشروب الى اكبر القوم، الى اكبر القوم، وبالتالي بعد ذلك يكون عن يمين المبتدئ، عن يمين كبر كبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بعد بقى شراب النبي صلى الله عليه وسلم بدا باليمين، قال الايمن فالايمن، حتى لو كان الذي على يميني اصغر القوم، ولكن ده في ترتيبه. وكان ابن عباس رضي الله عنهما جالس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم ومعه اشياخ كابي بكر وغير هؤلاء. فعلى ذلك شرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم استأذن من ابن عباس، ده غلام صغير، يعني ماذا نصنع؟ يبقى لو احنا جالسين في مجلس كده
وإلى جوارك ولدك ماذا تصنع؟ يبقى لو أنا شربت هندي الأكبر مش هندي الأصغر. نقول لك يعني لا تخالف السنة، الأيمن فالأيمن. فابن عباس رضي الله عنه كان يجلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، هناك الشيخ يعني كأبي بكر وغير ذلك في المجلس. فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مال على ابن عباس رضي الله عنه وقال: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء الشيخ؟ قال: لا والله لا أوثر بنصيب منك أحدا. فتله في يمينه حقه، ده حق. احنا ممكن كده بنستصغر هذا الكلام، يعني ده عيل صغير هندي عيل واسيب الكبار ازاي؟ ده حقه، حقوق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كده: واعطي كل ذي حق ايه؟ حق. هذا حق الصغير لانه جالس في الترتيب. فقال: الايمن فالايمن. ولذلك ايضا في روايه كان عربي يجلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك برضك ابو بكر وعمر. فعمر قال للنبي: هذا وكر. قال: لا، أيمن فالأيمن. يبقى السنة حق بالاتباع، وبالتالي بيستأذن، يعني شوف يستأذن من صغير، من غلام صغير. عبد الله بن عباس رضي الله عنه لم كان ينهز الاحتلام، يعني ما وصلش سن البلوغ، يعني اقترب من سن البلوغ، ومع ذلك بيستأذن. مال عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تأذن لي؟ إذنه، يعني حقه، إما أن يأذن أو لا يأذن. إن لم يأذن هذا حقه، وبالتالي لم يأذن تله في يمينه. يبقى اعطاه الشراب، وبعد كده دار الشراب ايضا. قال: الايمن فالايمن. اتباع السنه اولى، بس ساعات بيبقى جهاله الانسان بالسنه ممكن يتجاوز هذا الامر، يتجاوز. ولو احنا جالسين في مجلس كده وده ادي صغير جالس على يمين المبتدئ في الشراب، يبقى هنديله لا، يعني ده هيبقى احنا هنتبارك انها سوء ادب. ازاي ممكن ادي الطفل صغير واسيب فلان الكبير ده، وبالتالي لما يشرب يناول الكبير؟ نقول: انت مخالف للسنه، السنه قالت هذا حق الصغير لانه جلس في الترتيب، جلس في الترتيب. فلذلك قال، شوف وحي، قال: كبر كبر. طب ما هي ممكن فعلا تمر، لكن لا تمر، ده وحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: كبر، ابدا بالكبير. قال على ذلك: فدفعت الأكبر منهما. يبقى الكلام ده في الطعام، في الشراب، في الكلام، ما لم يترتب القوم في الجلوس. ثم ذكر آخر هذه التراجم تحت كتاب الوضوء، وباب فضل من بات على الوضوء، فضل من بات على الوضوء. وختم بها الإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب، كتاب الوضوء، قال: باب فضل من بات على الوضوء. ثم ذكر عن البراء بن عازم رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يحفظها. الصحابة رضي الله عنهم مش مرة الرواية الوراء عجبته فقط، لا، بيرددها كده، حريص جدا على تفعيل الرواية. فقال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك الذي قال لا، ونبيك الذي أرسلت. ألفاظ، يبقى متغيرش في الألفاظ. تخيل يعني ده الرسول، نقول أعلى مقاما من النبي، لأن الرسول ده هو الذي نزل عليه رسالة، لكن النبي ينبئ. فالنبي يبقى الرسول أعلى من النبي، ومع ذلك ألفاظ: ونبيك الذي أرسلت، قال: ورسولك الذي أرسلت، قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. يبقى ده ينام الإنسان على وضوء ويضجع على شق الأيمن، ثم يجعل آخر ما يتكلم به، يعني آخر ما يتكلم بهذه الكلمات. لو مات، مات على الفطرة، مات على التوحيد، مات على الإسلام كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا قيد المسألة أنك أنت تأتي بهذه الأمور: الوضوء، الاضجاع على الشق الأيمن، يبقى هذا الذكر. طب لو نام الإنسان واضجع على الشق الأيمن وكذلك ذكر ذلك الذكر، يبقى على ذلك نقول يعني لابد من الوضوء ويضجع على الشق الأيمن ويقول ذلك الذكر. إن تخلف بقى، لم يتوضأ ونام هذه الصورة، طبعا ليه ثواب، لا شك في ذلك،
لكن لا نستطيع أن نقول لو مات مات على الفطرة، مات على الفطرة لازم يكون جامع لهذه الأمور. يعني زي بالضبط كده توضأ الإنسان ثم خرج إلى الصلاة، كل خطوة يخطو بها يرفع بدرجة حتى عنه إيه خطيئة، بس الكلام ده القيد فيها أن تتوضأ في بيتك ولا تخرج من بيتك إلا من أجل الصلاة. طب لو خرج الإنسان من بيته توضأ في بيته فعلا أحسن الوضوء وخرج من بيته ولكن ركب دابة حتى وصل إلى المسجد، يبقى نقولش والله طب الطريق ده يحول بخطوات الإنسان المعتادة، لا هو ليه ثواب، ليه ثواب، لكن عشان نرفع بها درجة حتى عنه بها خطيئة يبقى خطوة أخطوها أنا، خطوة على الحقيقة كده ماشي، يبقى أتى إلى المسجد ماشيا، كل خطوة يخطو بها يرفع بها درجة حتى عنه إيه خطيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو توضأ وأحسن الوضوء وخرج من بيته فعلا للصلاة، ركب الدبة حتى وصل المسجد، ليه ثواب، ليه ثواب، لكن لا نستطيع أن نقول ثواب هذا الإنسان إن هو تحسب له بهذه الصورة، لا ليه ثواب لكن لا نعلمه، لكن هو لا يضيع الثواب الإنسان، لكن أنا عشان أقول الثواب إن هو يرفع بكل خطوة درجة حتى عنه خطيئة لازم يكون محقق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا برضك لو مات مات على الفطرة يبقى كان متوضئا، ضجع الشق الأيمن قال ذلك هذا القول، ده آخر ما تكلم به، يبقى لو مات مات على الفطرة، يبقى لو كان على غير وضوء وضجع على الشق الأيمن وأيضا تكلم بهذه كذا وآخر ما تكلم به ثواب هذا الإنسان لا يضيع، لكن يا ترى الثواب المعقود لها لا نعلمه، لا نعلمه، لكن أنا أقول لك على الثواب الذي يعقد لهذا الإنسان ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، ببيان النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال البراء بن عازب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، توضأ وضوء كامل للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن، اضجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. أجعلن آخر ما تتكلم به، آخر كلام الإنسان قبل أن يذهب في إنه إن مات مات على الفطرة، مات على التوحيد، مات على الإسلام، مات على الإسلام. فيبقى ده بس بهذه القيود وهذه الترتيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. إن اختلف وقلنا نام على غير وضوء بس ضجع على الشق الأيمن وقال هذه المقولة وكان آخر ما تكلم به يبقى ليه ثواب، لكن ثوابه لا نستطيع أن نحكم بقدر ذلك الثواب، لكن نقول نتيجة هذا الأمر لو مات مات على الفطرة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ختم به الإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب، فضل من بات على الوضوء، يعني معناها كده حافظ على وضوءك خاصة عند النوم، مع أن وضوء لا ننشي به صلاة، يبقى أنا بتوضأ كده من أجل النوم لكن مش وضوء أنا هنصلي به، يبقى ممكن الإنسان كده يبقى كان متوضئا وصلى وما زال على وضوءه، لو نام يبقى نام على وضوء، لكن مش شرط ان هو لازم يحدث وضوءا لهذا الامر، يعني المقصد انك انت لما تنام تنام على وضوء، ان لم تكن متوضئا فتتوضا من اجل ايه؟ انه يبقى توضا لان غير على غير وضوء، لو كان على وضوء يبقى خلاص لا يلزم ان يتوضا مره ثانيه، لكن هنا قال فتوضا وجه للصلاه يبقى على اساس ينام على طهاره، على وضوء، انا الان متوضئ صلى الوتر ودخل الى النوم يبقى داخل هو على وضوء اهو، اضجع شق الأيمن قال هذه المقولة، لو مات مات على الفطرة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ففيها إشارة إلى يعني جهاد الإنسان مع نفسه لكي يحافظ على وضوئه، يبقى جهاد الإنسان مع نفسه لكي يحافظ على وضوئه. هذا آخر ما ذكر الإمام البخاري رحمه الله من تراجم تحت كتاب الوضوء، ليبدأ بعد ذلك الكتاب الخامس. افتتح الإمام البخاري رحمه الله بقول بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الغسل، ونرجع عنه كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.